السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي حياتنا. بداية حلقاتنا لهذا اليوم في بداية هذا الأسبوع، نتمنى أنكم تستمتعوا بفقراتنا. أقدم لكم هذه الحلقة أنا نجلاء الأميري وأيضا زميلتي إيمان رجب. يا هلا فيك إيمان. هلا يا نجلاء. ومشاهدينا، مثل ما قالت نجلاء في جعبتنا اليوم العديد من المواضيع متنوعة نحمل في جعبتنا المتعة والفائدة أيضا لكم مشاهدينا من خلال فقراتنا المتنوعة. سنتحدث مشاهدينا من خلال حلقة اليوم عن قضية، هذه القضية قضية عضل البنات، هذه التي باتت بانتشار بحسب مراقبون في المملكة العربية السعودية، أن قضايا عضل البنات باتت في انتشار في المملكة لدى المحاكم. عضل البنات، ما هو عضل البنات؟ ما هي شروط رفع قضية عضل البنات؟ وكيف لهذه المشكلة أن تحل؟ وماذا عن طبعا آخر مستجدات في هذه القضايا؟ أمور كثيرة إن شاء الله رح نتعرف عليها اليوم من خلال فقرة استشارات قانونية. أما فقرتنا التالية في فقرة أريد حلا، حنتحدث فيها عن موضوع مهم، حنتحدث فيها عن الشك المرضي. الشك المرضي يعتبر أحد الأمراض السائدة في المجتمع، نستطيع أن نقول عن الأشخاص اللي يعانوا من الشك أنهم عندهم مشاكل نفسية أو عندهم مشاكل خجل أو قلق. الشك المرضي من الأمراض اللي قد تؤثر على النفسية وعلى الأشخاص ومن حولهم، وتؤثر أيضا على علاقاتهم وثقتهم بنفسهم. حنتحدث أكثر وأكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة ندى البقومي استشارية نفس، تابعونا للاستفادة من هذا الموضوع. أكيد مشاهدينا الكرام، هذا بالإضافة لعدة تقارير متنوعة نتجول بها من خلال كاميرا برنامج حياتنا، بالإضافة للشيف اللي حنرحب فيه اليوم حيكون مرافقنا من خلال حلقتنا، الشيف عبد الصمد. هلا وسهلا فيك يا شيف، حياك الله معنا. أهلا وسهلا، أسعد الله مساكي يا أستاذ نجلاء وأستاذ إيمان، وأسعد الله مساء المشاهدين الكرام. يا وسهلا فيك. طبعا هنتكلم اليوم على المطبخ السعودي، أيضا حنواصل تحديدا المطبخ الحجازي المنطقة الغربية. طبعا يمكن في أشياء جاهزة هنا، وبرضه حنعيد طبق بسيط جدا من مكة المكرمة اللي هو الكباب الميرو مع سلطة الطحينة بالبيض والخضار. طبعا اللي موجود هنا طبعا هو يسمى التعتيمة، هو عبارة عن مجموعة من الحلويات ومجموعة من الأجبان والزيتون وأيضا الخبز. نعم. أتوقع هذا من الأكلات اللذيذة، لأنه إحنا في هذه الأوقات نحتاج إلى الطاقة والأشياء اللي فيها الفيتامينات من الطماطم، والطماطم يعتبر أحد الأشياء الأساسية بفيتامين. حنطلع لفاصل بسيط ونعود لك في فقراتنا لهذا اليوم لاستكمال فقراتنا. أعزائي المشاهدين، حنروح لفاصل بسيط ونعود لفقرات برنامجنا لهذا اليوم. تواصلوا معنا عبر وسائل التواصل اللي ظهرت معنا، وبداية حلقتنا اليوم مع هذا الخبر الذي يهمك، وسوف نتحدث فيه عن الشك من أسباب العنف الأسري. ويقول الخبر: وصلت بلاغات العنف الأسري لأكثر من 46% خلال العام الماضي، وتنوعت الاعتداءات بين السب والإيذاء الجسدي ونسبة العنف أيضا لأسباب كثيرة أخرى، أهمها شك الرجل في زوجته وبنائه علاقات محرمة، وأيضا تعرض الأسرة ذاتها للمشكلات المالية
بسبب مطالب الزوجة الكثيرة. هناك أيضا مشاهدين عامل اقتصادي وهو نسبة النساء التي يمارسن العنف تجاه الرجال ضئيلة، وقد يرجع ذلك لضعف مهارات التواصل أو حتى إلى أسباب اقتصادية أخرى أو نفسية أو صحية مرتبطة بطبعا المسيئة وتاريخها الشخصي. ولا يمكن أن نعمم أن المرأة هي أعنف، وهذا ظلم للمرأة. كما نعلم فإن الاستقلال الاقتصادي أحد العوامل التي تزيد من ثقتها بنفسها، والآثار التي ظهرت جراء العنف بسبب ارتفاع الطلاق وأيضا التسرب الدراسي والإدمان والمشاكل النفسية الأخرى لدى الأبناء كالقلق والتوتر واضطرابات الشهية، بالإضافة لاضطرابات النوم وكذلك غيرها. إذن هذا هو الشكل الذي يعتبر من أسباب العنف الأسري، وحنتكلم اليوم في حلقتنا إن شاء الله عن شكل مرضي أكيد، ورح تكونوا معنا لحظات وحنرجع لكم ونكمل أكيد مشوارنا معاكم. أعزائي المشاهدين، حنبتدي فقراتنا لهذا اليوم معنا هذا التقرير عن منتدى الغد. أقيمت فعاليات منتدى الغد في دورته الثالثة تحت شعار معا نبني الإنجاز، والذي يعتبر أول منتديات الشباب في السعودية، يهدف إلى خلق البيئة المحفزة لإنجازات الفئات العمرية الشبابية. للمزيد عن هذا الموضوع مع زميلتنا صباح علي، تابعوا هذا التقرير. منتدى الغد في دورته الثالثة يأتي تحت شعار مع نبني الإنجاز، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملك الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض. هذه الدورة الثالثة تأتي بعد سنتين، أو قبل سنتين كان في 2011 أيضا الموسم الثاني، وفي 2009 كانت الانطلاقة لمنتدى الغد الذي أصبح اليوم مؤسسة الغد. هو أول منتدى للشباب والشابات في المملكة العربية السعودية، هو منتدى المبادرات للتوصيات بطبيعة الحال. هذا المنتدى يرعى مبادرات الشباب والشابات في المملكة العربية السعودية. حتى اليوم تواصل المنتدى مع 600 ألف شاب وشابة في المملكة العربية السعودية. احنا في تحدي من الوصول الى شرائح اكبر لمنتدى الغد من خلال اتساع الرقعة المكانية للمملكة العربية السعودية، ومن هنا جاءت مبادرة قافلة الغد التي انطلقت من الرياض الى منطقة مكة المكرمة، وشرفها امير منطقة مكة المكرمة الامير خالد الفيصل. بعد ذلك انطلقنا الى منطقة حائل، وكانت ايضا تحت تشريف من صاحب السمو الملك امير سعود بن عبد المحسن. بعد ان شاء الله تعالى سوف ننتقل الى تبوك ثم جازان. هذه قافلة الغد تاتي لنشر ثقافة التطوع من خلال احتضان مبادرات الشباب والشابات اللي تعود لهم بالنفع والفائدة. مشاركتنا هالسنة مع منتدى الغد عبارة أنجز مع ذيب التنمية الاجتماعية، هي راعي ذهبي للمنتدى، وكمان من ضمن ذيب التنمية الاجتماعية في برنامج سواعد عذيب اللي انطلق قبل سنتين في منتدى الغد اللي صار. وعذيب التنمية الاجتماعية يعني تحاول انها دائما تساعد في الشباب وتطور في الاشياء الشبابيه اللي تطور في الشاب وتخليه كقائد او كقائده هو بصفه عامه. We'll be right back.
حياكم من جديد مشاهدينا الكرام، وحديثنا اليوم وموضوعنا الأول عن الشك المرضي. هذا هو الصوت المزعج الذي يأتي من الجزء الخلفي من العقل، والذي يظل يقول كل الأسباب التي تجعل ربما هذا الشخص منزعجا ويشعر أنه لا يمكن أن ينجح. ربما نستطيع القول أنه الخجل أو القلق أو عدم الثقة بالنفس، ولكن أيا كان اسمها فهي قد تضر بهذا الشخص وحياة الفرد، وتجعله يفقد السلامة ويفقد أيضا الطمأنينية. طبعا إذا استمر الشك هذا يتحول إلى مرض، وقد يتلف الأعصاب في الجسم ويدعو طبعا إلى الحرية وكثرة التفكير ويمنع النوم أيضا. ما هو سببه؟ وطبعا كيف نعالج هذه المشكلة؟ تفاصيل كثيرة رح نطرحها من خلال ضيفتنا ونناقشها مع ضيفتنا موجودة معنا بالاستوديو، الدكتورة ندى البومي وهي استشارية نفسية. أهلا وسهلا فيك دكتورة ندى، حياك الله معنا. أهلا وسهلا إيمان، أهلا وسهلا نجلة، ومساء الخير على كل المشاهدين. دكتورة، بداية ما كنا نتحدث معك تحت الهواء، الشك أنواع، والشك في شك يعني طبيعي ممكن يراود الإنسان، وفي شك مرضي. لو نعرف عن الشك بداية وبعدين تقول لنا الفروقات بينهم. طبعا الشك يعتبر هو يعني وظيفة عقلية أو ظاهرة صحية تدل أن الشخص هذا يتمتع بالعقل. فالإنسان يعني الشك هذا يعتبر جزء من الأجزاء اللي يستخدمها في الإدراك، فهي مرحلة من مراحل الإدراك. لكن الإنسان اللي هو يشك في كل ما هو حوله، وتزيد هذه الظاهرة من هو يشك في كل التصرفات أو الأفكار وكذا، هذا قد يكون لديه اعتلالة نفسية أو عقلية. وبالعكس كمان الشخص الذي لا يشك حتى في المواقف اللي تحتاج الشك، هذا برضو عنده إشكالية برضو. يكون واحد وسط، لا هو شكاك كثير ولا هو، لكن الشك العادي هذا مطلوب. مطلوب، وهو يساعد الإنسان أنه كمان يتجنب الأخطاء وكذا، يتحقق من الأمور، وقد أنه يقدر يغير أفكاره. إذا أنا عندي شك في موضوع معين أبدأ أدرس هل كذا أفضل أو كذا أفضل، ووصل للقرار، لأنه هو شك عبارة عن عملية تقييم. فأنا زي ما قلت مثلا هي هو يدخل في مراحل إدراك المحسوسات، اللي تبدأ مثلا بالإدراك الحسي اللي هو الواحد يستقبلها بحواسه. بعد كده تدخل مرحلة التقييم، أبدأ أنا أشوف هذا الموضوع وأقيم على حسب صعوبته وعلى حسب وضعه، ولغاية ما أوصل للحكم اللي هي مرحلة الحكم الأخيرة أبدأ أسوي الثنائيات، هذا خير هذا شر، هذا ضار هذا نافع. والشك السوي نفسه هذا له سمات معينة، إذا اختلفت هذه السمات ندخل في حكاية الشك الغير سوي. مثل إيش هذه السمات؟ السمات اللي هو يكون الشك من واقع موضوعي، يعني يكون في واقع ونحن نشك فيه، مثلا زي الشك في بعض المعاملات، شك في اوراق ماليه، شك عادي موضوعي، ويكون الشك هذا غير مبالغ فيه. معلش، شك في بعض المعاملات، شك في اوراق ماليه، يعني اشك انه الاوراق صحيحه او النقود جليله، هذا قصدي، او النقود مثلا مزوره او شيء زي كذا، شك مزور في شيء موضوعي يعني. يعني امور محسوسه قصدي. بالضبط. وانه يكون ثاني شيء انه يكون غير مبالغ في هذا الشك. ثالثا يكون الشك هذا عقلاني وليس وجداني، يعني كيف؟ يعني يكون يخضع المنطق، خلاص؟ لما انا ادخل فيه ما له علاقه بالذات حقتي، لما ادخل فيه الوجدان يصير فيه عمليه اسقاط هنا. قد اسقط عليه بعض الاشياء اللي عندي او الافكار او الاختلالات النفسيه. رابع، ما يكون الشك هذا هدف، يكون وسيله. وسيله يعني تنتهي بانتهاء الموقف، خاصه شكيت في شخص او شكيت تصرف، لو انتهى خلاص انتهينا. هذه السمه تترتب عليها السمه الخامسه، اللي هو لازم يكون الشك هذا مخصص وليس عام. يعني انا لو شكيت مثلا في شخص او شكيت موقف معين وانتهى الموقف انتهينا، ما افضل الشك دائما مرتبط بهذا الشخص، لانه كذا يصير عكس هذه السمات الخمسه، ندخل في الشك الغير سوي. اللي هو الشك المرضي نقدر نقول عليه دكتور، الشك زياده. بالضبط، الشك المرضي قد يكون سمه من سمات الشخصيه، واللي يعتبرونها شخصيه البارانويديه او الزوانيه، او يكون عاد من تبع الامراض الاخرى النفسيه اللي يدخل تحتها الفصام الزوراني، يدخل تحتها الاضطرابات الذهنيه الوجدانيه الذهنيه، يدخل تحتها الضلال غير معروف السبب. يدخل تحتها برضه الاضطرابات الضلاليه اللي تابعه لتناول المخدرات او الامراض العضويه. يا لطيف. طيب دكتوره، يمكن كلنا نعرف الشك، وكلنا في وقت من الاوقات يراودنا هذا الشك اتجاه مواقف او اتجاه اشخاص، كيف نقدر نقيم انه وصلنا لمرحله من الشك المرضي، او ما هي سمات الشخص اللي يعاني من الشك المرضي؟
شكل الشك المرضي، إذا كان شخص عنده شك مرضي هو حتى المحيط بالنسبة له يحصل فيه مشاكل، يحصل عنده صعوبة في التعامل مع الآخرين، سواء الزوجة سواء الأهل سواء في العمل، يحس أنه شخص شكاك بزيادة. إيه؟ يعني المحيط اللي حوله هو اللي يلاحظ هذا الشيء؟ طبعا يعني ما في تصرفات واضحة تكون على شكله؟ طبعا. على لا مو على شكله، على تصرفاته، على سلوكه، طريقة تعامله مع الأشخاص. طبعا برضو الشك قد يكون جزء من الوسواس القهري ترى. الشك من ناحية الأمراض الشك المرضي قد يكون جزء من الوسواس القهري. هنا ساعات الشخص يعاني هو في الأول، بس لما تزيد المرحلة يبدأ الأهل يلاحظون، لكن يعني هنا الشخص يعاني أكثر. يعني في بعض المواقف بيكون وسواس قهري ولا دائما نقدر نقول إنه قريب كثير من الوسواس؟ لا أحيانا يكون، لأنه أحيانا فيهم وسواس قهري فعلا بنلاقيهم بيشكوا كثير، بيظنوا إنه لا هذا الشيء صار ما صار. يعني صحيح. أيوه هو الوسواس القهري، هو الوسواس القهري الفكرة نفسها عند الشخص يحس إنها غير منطقية، وبالتالي يعاني إن هو يحاول يرفضها، يحاول إن هو يقاومها وكذا. نعم. لكن لما بعدين الأمور تتطور قد إنه يحتاج مساعدة من الآخرين، مساعدة طبيب نفسي. طب أحيانا سوء الظن كمان يمكن نجلة كمان بنلاقي كثير من الناس سيئين الظن بالأشخاص اللي حولهم، الأشخاص الآخرين، هل هذا أيضا نقدر نعتبره من الشك المرضي دكتورة؟ طبعا هو إحنا قلنا سوء الظن، وسوء الظن يختلف عن الشك. الشك أنت عملية تقييم بين طرفين. الظن لا، الظن يكون فيه جزء منهم راجح على الآخر. لما تقول لي سوء الظن معناته خلاص أنت حكمتي بالسوء، لأنه في حسن الظن وفي سوء الظن. نعم. بما أنه متكلم عن حسن الظن دكتورة، عندنا استطلاع حناخذ رأيك فيه، هل أنت مع حسن الظن أو مع سوء الظن ولماذا؟ هل أنت مع حسن الظن أو مع سوء الظن ولماذا؟ نشوف آراء الجمهور، نرجع نسمع رأي الدكتورة. هل أنت مع حسن الظن أو سوء الظن ولماذا؟ حسن الظن طبعا، يعني صعب انك تسيء ظن باي احد، اذا حسنت الظن بالناس او بالشخص اللي قدامك بترتاحي له، يعني بتاخذ وتعطي معه، اما سوء الظن لا صعب. مع حسن الظن، لان سوء الظن يكون عدم ايمان بالله، وانه يسبب وسواس زياده، او حسن الظن يكون يساعد على تعدي المرحله وتعدي المشكله اللي يمر فيها الشخص. يعني لا، أنا مع حسن الظن. أول شيء انعكاسه عليك أنت إيجابيا إذا كنت دائما تحسن الظن، وسوء الظن مع مرور الأيام ينعكس عليك حتى على أمراض نفسية، فأكيد مع حسن الظن. مع حسن الظن لأنه قدوتنا الرسول عليه السلام، فكان دائما يحسن الظن في الناس. أكيد مع حسن الظن، لابد أعطي فرصة تسامح، لابد أني أعطي عذر للشخص اللي أحبه، غير كذا الرسول كان قدوتنا ولابد نقتدي فيه. مع حسن الظن لأنه دائما الإنسان لما يكون نيته حسنة راح يربي يعطي الأفضل. لا طبعا مع حسن الظن، لأن حسن الظن من أخلاق المسلم أن يحسن الظن بإخوانه. هذا رأي جمهورنا في حسن الظن وسوء الظن، ولكن احنا مستضيفين دكتورة حتى توضح لنا تشرح لنا اكثر ما هو حسن الظن وما هو سوء الظن. دكتورة اتوقع سمعتي التقرير، ولكن احنا يهمنا رأيك انت من الناحية العلمية. طبعا احنا زي ما ذكرنا خلاص الظن هو عبارة عن زي ما هو تفضلوا سوء وحسن، فاحنا اصدرنا حكم بالغالب على الموضوع وطلعنا من مرحلة التقييم. فزي ما هم تفضل واحد ياخذ حسن الظن في الاول لغايه لما يحس ان الامور يعني ثبتت سوءها. يعني ثبت سوءها يعني. بالضبط بالضبط. طب دكتوره يعني احيانا بنلاقي في اسباب معينه، احنا قلنا انه الشك الماضي يعني تصرفات هي بتنبع من النهايه من هذا الشخص اللي عنده شك كثير، عنده وسواس قهري او غيره. طب هذا الشخص ليش بيصير عنده هذا الشك؟ هل هي بتكون من غيره مثلا، خاصه اذا تكلمنا عن زوجين، تكون غيره زايده للزوج لزوجته او من الزوجه لزوجها، او محبه زايده، او ايش السبب؟ طبعا هو الأسباب قد تكون نفسية واجتماعية. وبالنسبة للزوجين قد يكون سببها مثلا عزوف أحد الطرفين عن الآخر، يبدأ الشخص يشك أنه هل في خلاف أو في مشاكل بينهم. أيوة طبعا الشك بين الزوجين، إحنا نتكلم على الزوجة على أساس على عفوا نتكلم على الشك على أساس أنه مرحلة تقييم، فإحنا نطلق كده من الشك بين الزوجين على أساس اتهام بالخيانة. لما نقول اتهام بالخيانة إحنا صدرنا الحكم خلاص، طلعنا من مرحلة الشك. الشك إذا هي مرحلة يعني هي فكرة، يعني هي فكرة ذهنية أو فكرة نفسية بين التصديق والإنكار، احنا كده بين فالشك بين الزوجين فيه له
تقريبا اكثر من معنى. يعني احيانا بيكون غيره بيوصل لمرحله الشك وبعدها بصير مراحل اكبر من كذا. يعني مثلا وحده او زوج او زوج يقارن زوجته يعني بامراه اخرى او هي تقارن برجل اخر. هذا كانه استبطان لسؤال انه هل هذا الشخص لو زوجته ولا يعني هو مناسب مو مناسب زي كذا. برضو مقارنه بين حسناته وسيئاته، هل حسناته اكثر هل سيئاته، هذه كلها فيها نوع من القلق والاختيار، لسه في مفاضله. برضو مقارنه مثلا مقارنه الظاهر والباطن حق الشخص، مثلا الكلام الحلو اللي هو يقوله هل هو كلام صحيح ولا هو زيف وكذا، يعني تبدا تحس هل هو فعلا يحبني يقدرني ولا، هذا برضو جزء فيه تحسه فيه عما انا افاضل. صح. كمان لو كمان قارنته بصوره ذهنيه في راسها صوره خياليه، سواء هذه الصوره استمدتها من ناس من خبرات يعني او من ناس قريبين او في طلائع المراهقه وكذا، هل هو الرجل هذا المناسب لكي تتزوجه؟ ونفس الشيء بالنسبه للزوجه. وحتى لو انت هي حاسه زوجها هذا مثالي وكذا، ساعات تحب تسال الاخرين عشان تقارن الصوره الذهنيه، تتاكد هل هم شايفين فعلا انه هو شخص ولا انا اعطيته قدر اكبر من حجمه او شيء. طيب في انواع اخرى من الشك يمكن نعاني منها نحن السيدات او بالفعل نحن الامهات تحديدا، شك الام في من حول اطفالها، يعني ما نبغى نقول انه المستخدمات المنزليات ولا الاشخاص ولا المدرسات، خوف الام وحرصها على اطفالها يخليها دائما يراودها وسواس الشك، هل هم بيعاملهم كويس، هل بيهتموا فيهم في غيابها، هل مثلا المدرسه منصفه في التعامل مع ولدها بين الاولاد في المدرسه، هل هذا الشك يعتبر شك مرضي وهل ممكن انه يتطور يوصل لمرحله الشك المرضي؟ لا هو شوفي لما هو زي ما قلنا احنا الشك هو عمليه يعني ذهنيه، فبالتالي لما تبدا تشكين لازم في تطبيق عملي، انا والله شكيت في العمل او شكيت المدرسه او شيء، لازم اروح واشوف واتاكد من سلامه طفلي، اذا تاكدت بعد كذا ممكن يدخل في حكايه مرضيه كمثل وسواس. يعني ممكن ما يتطور ويصير وسواس، هل شك الام في الامور المحيطه بسلامه اطفالها هذا يعتبر شك طبيعي؟ طبعا ايه يعتبر شك طبيعي. اذا احنا معانا سؤال ايضا وجهناه للجمهور دكتور، اللي هو هل متى يصبح الشك سوء ظن او مرض؟ ممكن احيانا يكون مرض، ممكن يكون سوء ظن عادي. خلينا نشوف هذا الاستطلاع، بعد اكيد حنرجع ناخذ رايك، نشوف مشاهدينا ونرجع لكم. برأيك متى يصبح الشك أو سوء الظن مرض؟ إذا زاد عن حده، ممكن تسوء الظن بأي أحد، ممكن تكرهيه، ممكن يصير أي موقف. إذا صار هو جزء من حياتك في تعاملاتك مع الآخرين، مع من تحب، حتى في نظرتك في كل شيء، يعني حتى مثلا الآن هنا في خصومات 50% تقول لا هذول نصابين، في كل تفاصيل حياتك أنت تأخذ الجانب السلبي فيها، بعد فترة تكتشف نفسك أنك فعلا مرضت نفسيا. فلا يعني لازم تغلب دائما جانب حسن الظن حتى يبان لك عكسه، في ناس تقول لا غلب جانب سوء الظن حتى يبان حسن الظن، لا افترض العكس. عندما يكون نفكر بالناس اللي حوالينا والاقرب لنا بسوء الظن بتهدم الحياه والثقه والاحترام. لما نبدا نفقد ثقتنا في اللي حوالينا في اللي قرب منا نبدا نشك فيهم، واكيد كذا حتتزعزع العلاقه واكيد كذا حنأذيهم. إذا كان بزيادة ووصل إلى حد الوسواس أنه يشك باللي حوله أنه السيئين ما راح ينفعون بحاجة، أنه يتمنوا للشر. وقت بيكون دائم، يعني بيكون دائم، بيكون بيأثر على حياة الإنسان، بيكون الإنسان سوداوي بحياته أنه هو يعني سيء الظن بكل الناس، فأكيد بيكون مرض. إذا سيطر على الإنسان وصار هو شاغله تفكيره وظن في الناس السوء باستمرار يصبح مرض. إذا شفنا هذا الاستطلاع سويا تقريبا، يمكن دكتورة الآراء مشابهة لما تفضلتي به في بداية الحلقة أنه كيف ممكن يصبح شك يتحول إلى شك مرضي، لكن أنا أبغى أسألك دكتورة يعني بحكم يعني خبرتك وبحكم وجودك في العيادة وورود الكثير من المشاكل والقضايا لديك، مين اللي أكثر بيعاني من الشك وكم النسبة تقريبا؟ يعني هل النساء أو الرجال هم اللي بيعانوا أكثر من الشك، وقديش نقدر نقول في نسبة لدينا في المملكة العربية السعودية؟ والله شوف بالنسبة للنسبة في المملكة العربية السعودية تحتاج دراسة. أي. خلاص وما أنا ما تحضرني هذه، لكن في نسبة نقول كبيرة نقدر نقول. لا هو شوف هو بالنسبة للمرض الشك سواء هو كان ضلالي أو كذا هو نسبته قليلة خلاص. نعم. لكن دخلنا أمراض العصابية زي الوسواس القهري وكذا يكون نسبته أكثر طبعا.
لكن انت تتكلم بالنسبه للشك النساء والرجال ما اكثر يعني في بعض الاشياء تكون اكثر عند النساء وبعضها تكون اكثر عند الرجال بالنسبه للشك المرضي. لكن كمان حتى لو تكلمنا بالمطلق انه مثلا الغيره او الشك اكثر عند المراه من الرجل هذا قد يكون كان مغلوط شويه لان المراه تختلف عن الرجل بانها عاطفيه اكثر فبالتالي اندفاعية أكثر ويظهر شكها بشكل أكبر فقد أنه تعمم أكثر. لكن هو الموضوع هذا يمكن الرجل شكاك بس بيخبي جوا قلبه ويمكن الحرمة تظهر كونها عاطفية ضعفه في أنه بيشك والمرأة من عواطفها الحساسة ما تدري عن الرجال فما يهمها لا تبغى تتأكد يهمني أني أنا أكون متأكدة أنه هذه المعلومة صحيحة أو لا أهم من أني أخبي يمكن صحيح صحيح. لكن بعد طبعا إذا بتكلم عن الأمراض النفسية في بعضها أكثر عند الرجال وأكثر النساء ما نقدر تختلف يعني بين الرجال والنساء بالضبط تختلف. طيب إذا قلنا أنه لا قدر الله شخص يعاني من شك معين يعني شك مرضي معين هل طرق علاجه تكون سهلة؟ هل تحتاج إلى جلسات محادثة يعني عقاقير دوائية مساعدة الأهل المحيط الحول ولازم يعرفوا إيش الحالة اللي عنده عشان يساعدوه؟ ما هي طرق العلاج للأشخاص اللي يوصلوا لمراحل الشك المرضي؟ يعني طبعا إذا كان الشك المرضي كسمة للشخصية وتبع من أمراض العصابية وكذا قد يحتاج إلى علاج نفسي كالجلسات ويحتاج علاج دوائي أحيانا مو أحيانا يعني يحتاجوا مع بعض قد يكون. لكن إذا كان الشك لا والله الشك يدخل في أمراض الدهانية أكثر فقد يحتاج إلى علاج دوائي وبعض الأحيان يحتاج إلى تنويم في مستشفيات مصحات نفسية إيه لأنه يبدأ يأثر على العائلة كلها يعني مش عام. وبإذن الله في من أمل من شفاء وإذا كان في رغبة من الطرف المريض بالشفاء يعني من تعاون المريض وتعاون الأهل طبعا. نعم. طب دكتورة سؤال أخير كيف ممكن أشخاص عاديين يتعاملوا مع شخص شكاك؟ أحيانا فعلا كثير الواحد بيلاقي صعوبة في التعامل مع هذول الفئة إذا كان شكاك يا ربي هذا كيف تعمل معه وهذه كيف تعمل معه الشكاك قصدك هذه سمة فيه أنه هو شكاك أيوه هو عنده الشك هذا المرضي كيف إحنا كشخص أو كناس عاديين نتعامل معه؟ طبعا هو يعني تقليل الشك حوالينه يعني اكثر سبيل يعني التعامل معه مثلا انك تكون واحد يتحرى المصداقيه مع انه هو عنده اذا كان عنده هذا السمة وهو حيكون يعني الشك هذا وارد في كل شيء تلاحظ انه هو شكاك وانت بالتالي واحد يتحرى انه هو ما يثيره باي شكل من الاشكال ويتعامل معه حسب معرفته فيه إيه لانه حيكون عنده حساسيه مفرطه حيكون قابل للغيره المرضيه فالواحد يكون عارف ان هذا الشخص عنده كذا وكذا ويبدا يتعامل على هذا الاساس بس عاده اكثر من يعاني هو الزوج او الزوجه والاسره بوجه عام فهم لازم هذول الناس يجلسون مع طبيب مختص او الاخصائي المختص يقول لهم طريقه التعامل معه على حسب افكاره وشكوكه وفين موجهه تقريبا مع انها حتكون سائده على الجميع بس كيف يقدروا يتعاملوا معه. صحيح اكيد شاكرين وجودك دكتوره ندى البقومي استشاريه نفسيه موضوع كبير يحتاج للكثير من الوقت ولكن اتوقع النقاط الاساسيه اللي طرحتيها قد توضح للاشخاص اللي يعانوا من الشك كيفيه التعامل مع الاشخاص الشكاكين او اللي يعانوا من هذه الامراض لا قدر الله. شكرا لتواجدك معنا دكتوره. اعزائي المشاهدين حنروح لفاصل بسيط ونعود اليكم. رجعنا لكم مشاهدينا والحين نشوف الشيف عبد الصمد ايش الطبق او الطبق قال لنا اياه في البدايه اللي هو الكباب بير ونشوف ايش مقاديره ونتعرف اكثر على هذا الطبق. تفضل يا شيف. اهلا وسهلا في الساده المشاهدين مره ثانيه. طبعا الكباب الميرو عباره عن اللحم مفروم لحم غنم نحتاج تقريبا كاس من الدخن مطحون
نحتاج ايضا فلفل اسود مطحون، ونحتاج ايضا بيضه، وممكن ملعقه ثوم مطحون. هنبدا بالطريقه. طبعا اللحم مفروم جاهز، نضيف له الدقيق الدخن. طبعا الدخن جدا مفيد وصحي، ومن اكثر الحبوب فائده صحيا، طبعا لانه يحتوي على مجموعه فيتامينات ب تقريبا كامله في الدخن. نضيف الفلفل الاسود تقريبا ملعقه ونص صغيره. طبعا كبيب المير هذا من الاكلات المشهوره جدا في مكه المكرمه، وممكن كلنا زرنا مكه فوجدنا هذه الاكله كاكله شعبيه في مكه المكرمه. اتوقع الدخن هي من البقوليات يا شيف؟ لا، من الحبوب. الدخن من الحبوب طبعا، انه يمكن اشهر منطقه زراعيه في المملكه ينزرع فيها الدخن طريقا من جيزان، منطقه جيزان المنطقه الجنوبيه. فتلاقي انه مثلا اكثر الاكلات في منطقه جيزان تعتمد على الدخن كثير يعني، وباقي المملكه ايضا يعني. حنضيف لها شويه ملعقه ايضا بهار. طيب الان نضيف البيضه، بعد كده حنبدا نعجن. طبعا التعتيمه الحجازيه من الوجبات تقريبا هي في العشاء، عادة تقدم في عتمة الليل او في اول الليل في المناسبات السعيده. زي ما قلنا ان هي عباره عن مجموعه من الحلويات بالاضافه الى يمكن مجموعه من الاجبان المختلفه والزيتون والخبز. طبعا وجبه الميرو سهله طبعا ومقاديرها جدا بسيطه، ما تحتاج مقادير كثيره، يعني ممكن اعدادها في اقل من نصف ساعه يعني. طبعا احنا حنعجن الدقيق مع اللحم مع البهار على ما تتجانس اللحمه وتصير سهله ان نشكلها دوائر يعني عشان نقليها بعد كده. الان تقريبا ممكن بس ممكن نزيدها شويه برضو الدقيق الدخن. حسب ايش بتزيدها يا شيف؟ يعني حسب هي ما تحتاج العجينه؟ اي نعم، لقيتها اللحمه لسه طريه شويه. طبعا في معلومه بسيطه انه اللحمه ما فيها دهون كثير، لان حنقلي اللحمه ايضا. انت جربتي الدخن قبل كده يا ايمان؟ لا ما جربت. هي تقريبا شكلها عندك حبوب الدخن جانبيه نشوفها على الكاميرا؟ لا كان عندي خلاص الدخن مطحون. اي نعم مطحون. هي جدا حبوب صغيره لؤلؤيه اللون يعني. ايوه بالفعل. بعدين هي ايمان من الفايبرز، يعني من الحبوب اللي فيها الياف ومفيده للهضم جدا جدا، وتساعد يعني على يعني اللي عندهم مشاكل هضميه، تساعد على انه يرتاحوا من الناحيه الهضميه، يعني قريب للقمح. قريب للقمح. في طبعا دراسه تغذويه تقول انه حبوب الدخن تساعد على انه يعني ترفع القلق والتوتر عن النفس. بالفعل من الحبوب المعالجه الناحيه النفسيه والاكتئابات. جميل. هذه الان اللحمه جاهزه معنا، حنجيب صينيه عشان نكورها بعد كده نقليها. طيب شايف اللي يحاول يبتعد عن الدهون شويه، ممكن نسويها بطريقه غير القلي؟ هي دهونها جدا قليل، ونحن حنقليها قلي سريع وما حتشرب كثير من الزيت. وممكن وضعها في الفرن او يعني شواها، يعني شويه زيت وحطها في الفرن ممكن تتحمر تنفع؟ اي نعم ينفع. بالفعل ايمان اللحمه لونها احمر طبعا يعني بالشكل هذا. طب نحن في اثناء برضو حاحاول نكسب الوقت، ححط حقدمها مع خضار. هي يمكن تقدمها بالخبز او مع الرز الابيض كباب الميرو، لكن انا برضو حاعمل معها خضار تقريبا شبه مشويه يعني. اتمنى ان المشاهدين يعني يجربوها، انها سهله جدا وما تاخذ وقت طويل ولذيذه جدا. طبعا حنعمل لها سلطه الطحينه خاصه فيها. سهله ولذيذه بتكون، حقدمها مع سلطه الطحينه خاصه فيها، وسهله جدا السلطه يعني، وايضا مع خضار مشويه. طبعا الطحينه يعني من الاكلات اللي يعني تركيبه ناجحه بالفعل ولذيذه، ترى الشباب لما يكون خاصة مع مشويه طبعا.
طب احنا حنرجع لك يا شيف بعد شويه تكون انت كورت اللحمه واساس قليتها ونشوف الشكل النهائي لها بعد شويه ان شاء الله. لكن ننتقل الحين للمعرض السعودي الرابع لفرص التوظيف والتاهيل. هذا المعرض الذي يعد الاول من نوعه الذي يوجه طبعا الى كافه فئات الشباب من الجنسين وايضا ذوي الاحتياجات الخاصه. خلونا نشوف مزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي مع الزميله ناهد الاغا. المعرض هدفه أنه يجمع كافة المنشآت التي لديها فرص وظيفية حقيقية في كافة القطاعات، بالإضافة إلى عدد من مكاتب التوظيف التي تلعب الدور دور الوساطة بين الموظف والموظف، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات التدريب التي تلعب دور في تأهيل الشباب والشابات وتساعدهم في الحصول على فرص وظيفية. المعرض في دورته الرابعة هذه السنة شارك فيه ما يصل إلى يعني تجاوز 80 مؤسسة وشركة ومنشأة في هذا المعرض، وقدم أكثر من 7000 فرصة وظيفية. المعرض ولله الحمد يعني نتائجه مباشرة من خلال اللقاء المباشر بين الباحثين عن فرص وظيفية والباحثات عن فرص وظيفية، وتجد النتائج ولله الحمد في المعرض من أول يوم افتتح فيه المعرض تحت رعاية وزير العمل. تجد أنه عدد من المنشآت أقامت بتوقيع عقود ووظفت مباشرة انطلاقا من الهدف الواضح والصريح للمشاركة في المعرض. أنا موجودة حاليا في المعرض أوكي، ويعني مرة تلقيت بشكل إيجابي من ناحية الموظفات سيدات طبعا ومشاركة فيه، ودوري اني اوظف اكبر عدد ممكن في قسم السيدات. ما هي طبيعه الوظائف؟ طبيعه الوظائف عندي اداره، خط انتاج، متاح لنا فرصه لقسم النسائي يعني كسيدات انهم يتوظفون باي دور. هدفنا وجودنا هنا كان الهدف منه انه نوفر فرص عمل للشباب السعودي ونستقطب كافه الكفاءات البشريه بحيث ان احنا اكبر وانجح شركه في المملكه وعلى مستوى الشرق الاوسط مجلس التعاون الخليجي في استقطاب الكفاءات البشريه. اوكي، نستقبل كذلك جميع المؤهلات ونوفر فرص عمل لذوي الاحتياجات الخاصه. ايضا هل التزمت شركتكم بتوفير او توظيف من تقدم؟ نعم، نحن بشكل شهري نوفر من 200 الى 300 وظيفه، وخلال هذا المعرض وفرنا تقريبا ما يفوق 1200 وظيفه من خلال هذا المعرض، ونحن نعتبر راعي ذهبي في هذا المعرض. انا احمل الشهاده الثانويه العامه وجيت المعرض عشان انا الاقي وظيفه وعشان أدخل سوق العمل. ما رأيك أيضا في المعرض؟ المعرض جدا ناجح، وخصوصا أن المملكة وحكومتها أولت اهتمام لإدخال الطاقات البشرية وحشدها لكي يخوضوا تجربة العمل، وخصوصا من الشبان والشابات السعوديات وذوي الاحتياجات الخاصة أهمها. ولماذا أيضا الاحتياجات الخاصة أو ذوي الاحتياجات؟ ذوي الاحتياجات الخاصة عشان انهم يدخلوا سوق العمل، وخصوصا انهم لديهم ظروف معينة وتكون لهم تجربة ناجحة. We'll be right back.
أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى فقرتنا اللي مثل ما ذكرناها في البداية في استشارات قانونية عن موضوع عضل، عن قضية العضل. العضل يعتبر موضوع شائك في مجتمعاتنا الآن، وأصبحت الحكومة والقضاء يهتموا بهذا الموضوع أكثر وأكثر من قضايا الصعبة التي تشهدها قاعات المحاكم. للحديث أكثر وشرح الموضوع أكثر، ضيفنا في الاستوديو المستشار القانوني الأستاذ عبد العزيز الهليل. يا أهلا وسهلا فيك دكتور أستاذ. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد العزيز معنا في هذه الفقرة. يمكن هذا الموضوع اللي بالفعل هام، لأنه في كثير من قاعات المحاكم تشهد حقيقة هذه القضية، قضية عضل البنات، وبمختلف الحالات ومختلف الظروف والحياة الاجتماعية، لكن نريد أن نوضح ما هو عضل البنات وكيف يحصل. الحقيقة هي زي ما تفضلت، هي قضية الحقيقة موجودة في أروقة المحاكم، ويمكن ما كان الضوء مسلط عليها من قديم، لكن الآن بحكم يعني انتشار وسائل الاتصال بدأ الحديث عن مثل هذه القضايا. هي قضية عضل البنات أو قضية عضل المرأة، هو منعها من أو عرفت منعها من الزواج بمن هو كفؤ متى ما رضيت به، بمعنى أنه وليها مثل الأب أو الأخ أو من هو هي تحت ولايته يمنعها من الزواج متى ما تقدم لها من هو كفؤ ومن هو في حالة يعني في حالة مماثلة أو في حالة الكفاءة لها. في هذه الحالة هي تسمى عضل أو منع أو حبس المرأة والبنت عن الزواج. نعم، هذا هو التعريف مبسط الحقيقة. نعم، مثل ما ذكرتنا تحت الهواء أستاذ أنه عضل البنات قد يأتي على جهتين، منعها من الزواج أو يعني منعها من الزواج من ترغب فيه أو إجبارها على الزواج. في بعض القضايا اللي في المجتمع وصلت للمراحل القضائية وصار فيها يعني قرارات أو صار فيها مثلا أحكام شرعية بدون شك، هي باستمرار يعني الحقيقة على مدى خبرتنا أنه قضايا العضل موجودة في أروقة المحاكم، وعادة ما تتقدم البنات بمثل هذه الدعاوى متى ما يعني ما كانت في سن الرشد ومتى ما كانت مكتملة الأهلية تتقدم بطلب تزويجها. هذا يكون تقديم الطلب سواء من البنت التي ترغب في الزواج أو من أخ لها أو أحد أقربائها يساعدها في ذلك، أو منظمة حقوقية الآن بدأت تمارس هذا الشيء، تساعد البنت متى ما كانت مستعدة للزواج وتقدم لها رجل كفؤ، تكون الحقيقة هي تباشر هذه الدعوة بنفسها أو عن طريق وكيل شرعي لها. جميل، إذا ممكن نعم. ترفعها بهذه الشروط التي ذكرتها. نعم، هي شروط ميسرة الحقيقة، من كانت تتقدم وتبين يعني لأقرب محكمة تكون تقدم بطلب النظر في موضوع مثل هذا الموضوع. نعم. لأنه طبعا هي دائما سنة الحياة هي الزواج. نعم. والرغبة دائما تكون بالطرفين سواء من الرجل أو من المرأة. بحال توفرت هذه الشروط أستاذ عبد العزيز، هل يتم قبول هذه القضية بسهولة، رفع هذا الطلب بسهولة من قبل تلك الفتاة؟ والله من حسب اختلاف الحالات، يعني هي شوف القاضي مثلا هي كل حالة لها يعني لا يعني هذه ظروفها. نعم. ولكن هي تقبل على 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 وجه العموم، تقبل كقضية يعني. نعم. متى ما كانت البنت راشدة تقبل دعواها ضد وليها. نعم. وهي تبرر موقفها، فيستدعى الحقيقة الولي سواء كان أب أو كان أخ ويسأل عن هذه الدعوة، فإذا كانت ردوده مقنعة ردت الدعوة، أما إذا كانت ردوده غير مقنعة يعني لأسباب يعني غير شرعية. نعم. فعادة ما ينصح ويوجه من قبل القاضي بأنه يستعين يعني بغيره حتى يعني يرفع الحرج عنه. نعم. أنه يقوم بتزويجها يعني هو يذكر لها محاسن الزواج وكذا، ولكن إذا أصر وامتنع القاضي عادة يلجأ إلى حالة ثانية، إما أنه يستدعي من هو أحد أقاربها وهو كفؤ سواء أخ أو عم أو قريب آخر. نعم. أو أن القاضي يتصدى للأمر ويكون هو ولي البنت في هالحالة ويقوم بتزويجها متى ما تأكد من صلاحية الزوج أو المتقدم للزواج. نعم. وأنه كفؤ لمثل هذه البنت. طيب أستاذ، أنت قاعد تقول متى ما تأكد من كفاءة الزوج أو الشخص المتقدم، كيف يقدر يتأكد من كفاءة؟ يعني إحنا مثلا في عاداتنا وتقاليدنا إيمان لما تجي البنت تزوج الأهل من الأخوان العمان الخيلان كلهم يحاولوا أنهم يبحثوا عن هذا الشخص، لما تتحول المسألة إلى مسألة قضائية هل في أشخاص مخولين لمعرفة السيرة الذاتية أو معرفة شخصية هذا الشخص اللي هو كفؤ لتزويجها بحكم أنه موضوع تحول للقضاء ولازم هم يزوجوها؟ نعم، هو الأمر يعني متيسر، يعني هو عادة إحنا مثل هالحالات يسأل
يعني الجيران أو الأقارب أو إمام المسجد عادة أو مقر العمل، كل هذه الأمور يستأنس. يعني في أشخاص مخولين للعمل؟ نعم، هو ليس محددين، ولكن كل شخص له مجتمع محيط فيه. عادة عندما يشهد لك أكثر من 2 أو 3 بحسن الخلق عادة يؤخذ به، لأنه في الأصل في الإنسان إن شاء الله براءة الذمة، فيؤخذ على هالأساس. فمتى ما تأكد القاضي بطريقته عن طريق الجهات التي يلجأ لها والمختصة يعني بها الحالة يعني يعقد لها القاضي متى ما تأكد إن شاء الله. نعم. أستاذ عبد العزيز، يعني ربما بعض القضايا قد تأخذ وقتا طويلا في المحاكم، ماذا عن هذه القضايا، قضايا عدل البنات، هل كيف مدتها؟ هل تأخذ وقت طويل ولا؟ والله صحيح الحقيقة القضاء يأخذ وقته ما في شك، لكن فيه هناك الحقيقة اهتمام من قبل أصحاب الفضيلة بمراعاة هذا الجانب هذا بالذات، لأنه يعني لا يمكن احنا نلوم القضاء بكثرة مع كثرة القضايا وكثرة المتخاصمين ثم تأتي إليهم مثل هذه القضايا. هي قضايا مهمة جدا صحيح، ولها اعتبارات خاصة، لكن تأخذ وقتها غالبا، ما يعني لا تتجاوز السنة بأي حال من الأحوال، لأنه العمر له اعتبار في مثل قضايا التزويج. نعم. حتى الزوج قد لا يبقى أو قد لا يستمر، لا ينتظر أكثر من المدة المعقولة، ولذلك تجد فيه اهتمام من قبل أصحاب الفضيلة. سابقا ما كانت هذه الأمور مطروحة في القضاء، الآن أصبحت الأمور ميسرة أكثر، وصار في يعني القضاء صار يهتم أكثر بالأمور اللي تهتم بالمرأة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. أتوقع أنه هذا الشيء يخلينا أكثر أنه نحاول نحل المشاكل للسيدات في هذا المجال. هل يجيكم فتيات يعانوا من هذه المشاكل لمراحل من العنف، مثل ما ذكرت لي أنا وإيمان تحت الهواء أنه قد يوصل لمراحل كبيرة فيها عنف يعني يقع على الفتاة، وصلت لهذه المراحل؟ هو صحيح، نعم، هي تعرض علينا أما كاستشارات أو كطلب من بعض السيدات أو بعض حتى المتقدمين للزواج بمساعدتهم في يعني في إرشادهم أو التصدي لمثل قضاياهم. الحقيقة نعم يعني مارسنا بعض منها، لكن عادة احنا ننصح انه يكون الموضوع موضوع أسري، وهذه حياة مستمرة. نعم. ننصح الحقيقة انه يكون الأمر بالطريقة الودية، وهذا ما يلجأ له القاضي في ابتداء عندما تعرض القضية عليه، يعني قد يأخذ وقت أطول في عملية تقريب وجهات النظر. في شيء مهم جدا الحقيقة هي الصور العضل، يعني كيف يعني لما نقول عضل بس هي مجرد منع الزوجة، لا، هو له أسباب. يعني من صورها مثلا هو الطمع في مالها، صحيح، وهذا هو الحقيقة المشاع، أو الطمع في من هي تحت ولايته وهي ليست بمحرم الله يستطيع أن يتزوجها لوجود مال لها تحت يده، فتلاقي هذا نوع من العضل يمنع عنها. في بعضهم الحقيقة يمنعها حتى لمجرد أنها الزواج الثاني أو الزواج الثالث لابنتها أو لأخته المطلقة بدعوى يعني العادات والتقاليد. نعم. في أهمها والحقيقة واللي منتشر هو التحجير أو ما يسمى بالتحجير، لأنه هذه ابنة عمي فأنا أرغب في الزواج منها. هذه أكثر شيوعا، وهذه الحقيقة هي نعم للأسف هي أكثر ما يعرض، وهي أكثر ما تضرر منه الفتيات، حتى أنه بعضهم إذا امتنعت عن الزواج منه يتزوج ويعيش حياته بس ما يخليها تتزوج، وهي لا زالت يعني محجورة ومحجرة. حرام. وهذه الحقيقة من العادات القبلية المقيتة اللي يجب أنه نحن أستاذ عبد العزيز، يعني ذكرنا ممكن بعض الحالات توصل إيذاء والعنف الجسدي، خلينا نتكلم عن حماية المرأة لنفسها. للأسف عندنا نقص في هذه الأمور، وكيف المرأة تحمي نفسها بالشكل القانوني الصحيح. في حال وصلت هذه الأمور، وإحنا مجتمع ذكوري والولي هو دائما له السلطة على هذه الفتاة، في حال تم رفع هذه القضية، البنت كيف تحمي نفسها من العنف من الإيذاء في حال أخذت القضية وقتا طويلا، تعرضت للضرب، تعرضت للعنف الجسدي أو غيره، كيف تحمي نفسها بشكل قانوني؟ وللأسف الحقيقة بعض الحالات يعني تلجأ الفتاة إلى دور الحماية الاجتماعية. يعني عندما تصل الأمور إلى مثل ما ذكرتي من تعرضها للعنف سواء اللفظي أو الجسدي، كيف رفعتي قضية يعني مثلا، يعني لأنه وصلت إلى الخط الأحمر، فلذلك إحنا لابد نعاقبك. فعادة الحقيقة مو عادة الحقيقة في بعض الحالات الحقيقة وصلت إلى حد أنها تلجأ إلى دور الحماية. دور الحماية طبعا لها أساليبها وإجراءاتها في أنها
تمكن الفتاة من مواصلة دعواها ومحاولة التقريب بينه. نعم. لكن أنا أؤكد لك أنه يعني هي الفتاة لا تترك لوحدها. نعم. هي نعم أنت ولي عليها لكن ولايتك ترى يعني قاصرة إلى حدود مصلحتها. نعم. أما إذا زاد إلى الإضرار بها سواء بمنعها من الزواج أو حبسها أو التعرض لها بعنف ساعتها يدخل القضاء. إذن القضاء والمجتمع يحميها سواء هذه الجمعيات اللي تصدت مثل الأمور أو حتى حياة حقوق نعم. الإنسان وحياة نعم. صحيح. موضوعنا كان مهم وأتوقع القوانين اللي ذكرتها أو الأمور اللي ذكرتها في مصلحة الفتيات واللي عندها مشاكل أكيد القضاء قد يستطيع حل مشاكلك في هذا الموضوع. شاكرين لك الأستاذ أو المستشار القانوني عبد العزيز الهليل، شكرا تواجدك معنا، شكرا لتوضيحك لهذا الموضوع. شكرا لكم وإن شاء الله إنه يعني أفدنا بما لدينا وإن شاء الله إنه الأمور يعني بالنسبة للفتيات متيسر يعني نعم. يعني لا يكون في نوع من التخوف. التواصل سهل بالقضاء، التواصل بدور الحماية وبلجان الحماية سهل. فيعني هي نصيحة لمن يتعرضنا لمثل هذا أنهم يبادرون لحماية حقوقهم. أكيد أكيد. نشكرك أستاذ عبد العزيز، شكرا لوجودك معنا. أكيد مشاهدينا راح نرجع نكمل آخر فقراتنا، فقرة الطبخ، ونشوف إيش اللي صار مع الشيف عبد الصمد، لكن بعد لحظة أخليكم معنا. أعزائي المشاهدين، وصلنا لآخر فقراتنا لهذا اليوم، وما أقول لكم ريحة الاستوديو معبية، يعني حتى ضيفنا كان بيقول أنه الريحة صارت معبية للاستوديو. الكباب ميرو تقريبا شارف على النهاية، نشوف الشيف لفين وصل الطبق اليوم. نعم تقريبا جاهزين إن شاء الله. حنساوي الصلصة أو السلطة اللي هي الطحينة، نضيف لها كاس تقريبا لبن زبادي وهي كاس طحينة، نضيف ملح تقريبا ملعقة ونص وملعقة فلفل أسود، نحاول نحرك. ألو ألو، معي تلفون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حابة تحطون طريقة الفطائر القطنية وتسويها على الهواء. عفوا، الفطائر القطنية ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ابشري ولا يهمك. وعجينه المطبق برضه. عجينه المطبق ان شاء الله ابشري. أي. ان شاء الله بسيطه ان شاء الله. هذه طبعا المطبق والفطائر القطنيه هذه من الاشياء اللي يعني يمكن سرها في العجن، في العجينه نفسها، في التخمير. فطائر قطنيه سمعتي فيها قبل كده يا ايمان؟ انا استغربت هذا، بس يعني كذا حمستنا انه احنا نبغى نعرفها. فقرات ثانيه في حلقات ثانيه انك تطبق لنا هي على الهواء يا شيخ. هي العجينه المخمره ونسبه الخمير جدا فيها عاليه، فتطبخ فتصير يعني منفوخه اكثر من المعتاد، يعني اكثر من البيتزا، فتصير زي القطن يعني، زي خليه النحل اللي بالجبن. ممكن ممكن هي برضه من الفطائر القطنيه ايضا يعني. طب شيف أنا عندي استفسار بحكم أني مشاهدة الآن بتابع الطبق. أنا أول مرة أعرف أنه الطحينة نحط لها لبن، أنا العادة نعرف موية وخل، ولا هي باللبن؟ طب باللبن اللي نديها أعطيها طعم جدا رائع يعني، جربيها يعني باللبن. أنت ما حطيت فيها خل؟ حطيت فيها تقريبا ملعقة صغيرة خل، وبرضه نزيد ملعقة ثانية لأنه الطعم لسه شوية. طبعا حنضيف لها بيض طبعا مسلوق ومقطع صغير كمان. خيار برضه نفس الحكاية مقطع صغير، وبصل مفروم صغير، تقريبا كميات بسيطة جدا، يمكن تكون ملعقة صغيرة أو ملعقة كبيرة الطعام حسب الرغبة، هذا كلها تعتبر من التفضيلات لأشخاص يعني. نضيف لها برضو أيضا طماطم مطحون أو مقطع شرايح كده. الطحينة حقتنا جاهزة، نحاول الآن نغرفها في طبق التقديم. لذيذ الطبق
نتمنى ان شاء الله المشاهدين يجربوه ان شاء الله. بالله الطبق رائع يعني. احنا بعد الهواء دائما عندنا مشكله السباق اللي بين يدوق الطبق حق اليوم. هساوي حفله طبعا، هنحتفل ان شاء الله بعد الحلقه. نرجع نقول لهم بشكل سريع عن المقادير. تقريبا اي نعم، الكفته صارت معها جاهزه، اصبحت اخذت اللون وهي استوت على مهلها. ما تحتاج انه يكون الزيت جدا عالي درجه الحراره اساس ما تحترق من الخارج وما استوت من الداخل. طب ارجع اعطينا مقاديرها بليز عشان اللي ما هم طيب. من البدايه نحتاج يمكن عشان تكون مثلا نص كيلو لحم مفروم، ايوه غنم، يكون نسبة الدهون فيه جدا قليلة يعني ما هي عالية، لأن حنقلي الكفتة. نحتاج إلى تقريبا كاسة أو كاسة إلا ربع من طحين الدخن. نحتاج أيضا ملعقة طعام ثوم مطحون. والملح حسب الرغبة، بالإضافة إلى ملعقة صغيرة فلفل أسود أو ملعقة أو ملعقتين يعني. نعم حسب الرغبة. ترجع للتفضيل هذه طبعا. اللي ما حاب يقدم يعني يعمل الطبق بالطريقة هذه اللي هو يكون مقلي، ممكن الشواء في الفرن. طبعا بعد التكوير تضاف الكور هذه في الصينيه وتدخل الفرن. جميل. حاول بس نطفي النار. طيب احنا نسوي جنبها ايش يا شيف؟ طيب هي ممكن تقدم بالرز الابيض. مع الرز الابيض؟ اي نعم، المفلفل، ممكن تقدم مع الطحينه والخبز، اللي نحن جايبين يمكن بعض العينات مشهوره في المنطقه الغربيه. وممكن ايضا يمكن نقدمها يعني مع تأكل لوحدها يعني ممكن، او مع الخضار. طبعا انا عملت معها خضار ومعت معها طحينيه. حسب الرغبه، في ناس خضار في ناس رز يعني حسب إيه نعم. الرغبه. بس نجهز الطبق هذا طبعا الطحينه، كل المكونات اللي حطيناها في داخل الطحينه بنحطها من فوق ايضا يعني كفتح للشهية او لجذب للطبق نفسه يعني. ممكن نحط في السلطه الطحينه كزبره خضراء ولا؟ ممكن، لانه احس مع الطحينه لذيذ يكون تركيبه الكزبره والطحينه مع بعض تنجح. نحط لها بيض طماطم شيري. اعتقد الطحينه كده جاهزه ان شاء الله معانا. الان نحاول نغرف طبق هذا طبق اللي حنقدم فيه كباب الميرو. هنفرش الطبق بالبقدونس المفروم في له كسل للطبق، وفي نفس الوقت يعني يعطي نكهه حلوه برضه للكفته. معناها نحط مع الطحينه بقدونس مش كزبره؟ ممكن يعني بقدونس انه هو زي شوفي انا اشوف ما في رولز معينه للطبخ، كل واحده حسب رغبتها. هي تفضيلات في سمى نحن عندنا شيء نسميه تفضيلات. ايوه كل واحده يعني حسب ايش تبغاه. في شخص يفضل شيء عن شيء، وفي شخص يعني يمكن ما يرغب في انه ياكل شيء. او انا طبعا الخضار اللي شويتها بملعقه زيت زيتون الخضار، وبعد كده اضفت لها البهار، بهار ابيض وملح، اضفت لها عصره ليمون. هقدمها جنب الكباب. جميل. ممكن باي طريقه، او ممكن تكون الخضار اللي ما احب يعملها بنفس الطريقه هذه ممكن تنسلق يعني. هي عباره عن كوسه وجزر وطماطم وبصل وطماطم شيري. يعطيك العافية يا شيف، تقديم رائعة وديكور رائع زي ما انت شايفة إيمان. أعطاك الإحساس بالطبق التقليدي. هذا الطبق هذا الطبق حقنا كباب الميرو، قدمته مع الخضار وعملت سلطة الطحينة الخاصة بالكباب الميرو. طبعا هذا خاصة بالكباب الميرو، البيض والبصل والخيار. أكيد البيض الصفار البيض. لا بيضة كاملة. بيضة كاملة. نص بيضة أو بيضة كاملة تكون مفرومة ناعمة. نعم. يعطيك ألف عافية يا شيف، شكرا لك، طبق شهي رائحة رائعة، ويعطيك ألف عافية. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، شكرا لتواصلكم معنا لهذا اليوم، متابعتكم لحلقاتنا لهذا اليوم. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من مواضيعنا، وأكيد استمتعتوا بالطبق الشهي اللي قدمناه يا شيف. نلقاكم غدا بإذن الله تعالى، إلى اللقاء. أكيد مشاهدينا شكرا لكم لطيب المتابعة، بكرة راح يتجدد اللقاء في نفس الموعد مع فقرات جديدة وضيوف أيضا جدد. شكرا لكم، إلى اللقاء.